السلام عليكم اخواتي المشاهدات، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا النهار نديرو طريقه تاع تفصيل السرابط تاع اليدين، الطرشونات تاع اليدين. كانوا الاخوات، كاين واحد الاخوات قالوا لي ديري لنا سرابط، هادو رحنا نديروهم، رحنا دايرينهم حنا عندنا هنايا كمشروع، رحنا نخدموهم ونبيعوهم هكا. من كاين بنادم هكا يسحقو كيحتاجو تقول لك خدمي لنا السربيتات، راح نخدمهم في الدار هكا ونبيعوهم. فيهم يعني كي تخدمي هكا بزاف، تجيبي هذا جبت ميط، هذا ميط يخرج لك 12 سربيته، تخرج السربيته قد هاك بهذا هكا تخرج، ما تخرجش الا تبغي تكبري ميط يخرج لك 6. تبغي ديري هكا على حساب هكا السربيته على حساب هكا، وراح نخدمهم بالبيي، بهذا البيي هكا نحسبوهم 7000 للسربيته. تشري القماش هذا تشري 25000 المتر، المتر يدير 25000. كاين اللي يبيعها 25، كاين اللي يبيعها 28، كاين اللي يبيعها 30، كل واحد حنايا راح نشريوه بحالو تبيعها 25000. نخدمو 12 سربيته بهاد هكا بهاد الطريقه، نديرهم في العبر. ها هي العبر 37 سنتيم حتى 38 سنتيم هكا في الطول، وفي العرض تخرج لك 35 سنتيم هاك، 35 سنتيم عرض و 38 سنتيم طول هاكا. هادي دوك تخرجوا لي 12 سربيته، 12 سربيته 7000 الوحده نحسبوهم. كاينين نحسبهم الا خدمتي الكبار، الكبار يخرجوا لك 6 تاع السرابيت، يخرجوا 6 تحسبيهم حتى ب 15000 الوحده، خاطر تخرج كبيره بزاف يخرجوا، ما يخرجوش بصح. هادو صغار تخدموهم تحسبوهم كمشروع عندكم فيه الربح. ها هي هنا نديرو الفصالة بهاد الطريقة، هاهي نخلي كيما راه مطوي هاكا، هاهي هاكا، هاهي تجيبيها هاك، هاهو دروك هذا ميط، هذاني جايبه ميط، هاهو مطوي على زوج، هاكا راه مطوي على زوج. تجيب بهاد الطريقة باش يخرجولك 12، تجي هنا وتجي هنا باش يخرجو قد قد، منا خاص تخرجوهم قد قد. تطويوهم على بعضهم بعض، ها هي هكا، وتطويوهم بهاد الطريقه. راني نقول لكم كمشروع ناجح، راهم يخدموهم حنا عندنا هنا، راهم يخدموهم بزاف، وراه عليهم الكوموند بزاف. رحنا نخدمو هاد السرابيت هادو، خرجوا هاد العام، غير هاد العام اللي بدينا نخدموهم، ما كناش نخدموهم بزاف، لكن هاد العام بداو يخدموهم بزاف. ها هي المهم تخرجوهم، تخرجو هنا عبر، تخرجو قد قد باش يخرجو لكم السرابيت شويه كبار. قلت لكم تقدروا تخرجوا 6 ميط يخرج لكم 6، هاي هاكا. عاودك هنا جيبو هاك، عاودك كيف كيف هنا، عاودك بهذه الطريقه هذه هاكا هاكا بهذه الطريقه هذه، خرجوا هاك. ها هي تخرج، ها هما هنايا، ها هي وحده زوج، ها ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره 11 12، تخرج 12 سربيته هكا. كي نديرو ميط ونديرو الالوان، نجيبو الالوان، كاين هاد اللون، كاين لون عاود يجي زرق، كاين لون الاخضر، كاين الالوان بزاف، نتوما تبعوا الالوان اللي ديروهم، انا نوريكم الطريقه. انا دوك مانيش خدمتهم، ها هي انا غادي نخدم هادو ونوريكم. بسم الله، خاص تجيبو قد قد باش يخرجوا لكم السربيتات، يخرجوا لكم قد قد مع بعضهم بعض هاكا، وزقصوا ها هي هكا، نخرجو بهاد الطريقة هنايا، عاودك هكا، عاودك هنا تحلي ها هي فين هما تكون الجهة اللي مبلعة تحليها
هاي عاود تحلي هنا يخرجوا ملاح هكا سربيتات تكون كاينه عندكم تكون عندكم كيما نقولوا حاجه نتاع الافراح نتاع زعما يجيو ملاح لهاد الصوالح ديروهم احسن ما تمشي تشريها تخدميها حتى وحدك في الدار احسن ملي تمشي تشريها. ها هي هادو نقصصهم عاود هكا تبعوا فين ما كنجيها المحلوله تحلوها ها هي هكا عاود تبعوا هذه كاع تحلوهم تخرج لكم 12 سربيته هذا يخدموا به الطابليه تاع الكوزينه ها هي عاودك هنا راه مبلعه ها هي هذه راه محلوله هكا ها هما فين ما يكون مبلع تحلو قلت لكم تبغيو ديروا كبار جيبوا ميت ميت تخرج يخرج لكم 6 سربيتات كبار انا نديرهم غير هكا كاين اللي يبغي كبار نديروا له كبار وكاين اللي يبغي صغار نخدموا له هكا الصغار كل واحد وكيش يقول لك خدمي لي ها هي يخرجوا هكا هادو هما هادي راه هذا البلعه يجيوكم المناسبات يجيوكم الحفلات تكون حفلات مناسبات تكون عندكم خطوبه يكون عندكم عرس تكون عندكم لامه تاع لامات راهم بزاف الافراح ولا ماشي الافراح ولا المهم محتاجين هادو في الدار مطلوبين بزاف في الدار ها هي نخيط لكم معايا تاع وحده ولا زوج نشوفوا الطريقه تاع الخياطه ها هنا ها هكا انا نخدمهم بالبيي بالبيي يجيو شابين كاين اللي نخدموهم بالبيي كاين اللي نخدموهم بلا بيي ها هي هنا البيي جيبو تخدمو اللي يخدم بزاف يجيب كارتوشه خير من اللي يشري بالميط بالميط ينقى لك شويه غالي هاكا باش الكاميرا تبان عدلكم باش تشوفوا معايا مبتدئات تعلموا حاجه تخدم عليكم هكا مليحه خير من المره تكون تقعد قاعده في الدار وحده تشغل روحها باش تشوفوا مليح نبداو طريقة الخياطة شوفوا معايا بسم الله توكلت على الله تبغيو ما ديرولهمش البيي ما ديروش البيي تحسبوهم 5000 الوحدة ما هي تخدموهم غير بلا بيي كاين اللي يخدموهم بلا بيي قلت لكم كاين اللي نخدموهم بالبيي وكاين اللي بلا بيي كل وحدة وكيش تقول لك خدمي لي هكا هاي ديروا البيي نتاعكم تخدموا قبل الدوره الاولى باش ما يبقاش ينحل هكا
تخدموا في الاول وتوليو تعاودوا له في الزواج باش ماين باش يقبض مليح. تبغيو تخدموها بلا بيي كي تخدموا بلا بيي غير تكفوها، ديروا لها غير الكفه وتجي مليحه حمام بالكفه. لكن كاين بزاف اللي بغيهم هكا بالبيي مخدومين بالبيي، تقول لك يجينا يجيونا ملاح يجيونا همية خير من خير من بلا بيي. خرجوا هكا كل خطره تخرج حاجه. مهم كمشروع، كمشروع مربح جدا. كيجي هنا يطور هكا عاود. شريو هذاك البيي اللي يجي شويه عريض، كاين واحد البيي اللي صغير ما يبغيش يتخيط. هذا انا صدفته مليح، هذا جاي عريض. قاعد ديروا لهم هكا، قاعد تفوتوا عليهم بهذه الطريقه هذه. انا بالصدفه قريت التعليق نتاع واحد الاخت كانت قالت لي ديري لنا السرابط تاع اليدين. انا اصلا نخدمهم هكا، قلت انا كي نخدم نديرهم لكم فيديو. ماما انا جاتني فرصه باش نديرهم لكم فيديو، وما انا نخدمهم هكا ونبيعوهم. تتكملوا بهذه الطريقه، تتكملي البيين تاعك تولي تعاودي له. ها هي هكا يجيو شابين بالبيي. هنا كي تجيو هنايا طول البيين تاعك بهذه الطريقه هكا. هنا تولي عاود تكلبي، من بعد تكلبي هكا، من بعد كي هذاك عاود تكلبي للجهه الاخرى. نقصي منها شوي هكا، انتي تعرفي تخدمي هنايا. هو البيي ما ينسلش، لو كان تيقعد هكاك ما تخافيش منه. ها هو انا نحبس باش تولي عاودك ندورو هكا. دروك نخدمو لداخل هكا، دوريه ها هو بهذه الطريقه. عندك دوري هنا تخلي تما عندك باش دوري. ها دروك ندورو البيي تاعنا هكا، راه مخدوم من تحت، دروك تخدمو من فوق. ها هنا ساهله الطريقه نتاعهم، ساهله. يجيو شابين، يجيو
مهم البيت تخيطوه خياطه مليحه باش ما باش السبيطه ما تنحلش. بالك انتم يكون عندكم هذا القماش رخيص ما يكونش غالي، قلت لكم كل حانوت كيش يبيعه. هاي هنايا اللي خليناها ندخلوها لداخل هاي بهذه الطريقه ما تبانش هنا في التالي. تخيطي عليها تدي وتردي خياطتك وتمتني مليح. هاي هاي سربيتها تجي هاي السربيته تاعنا كملتها. هكا تجي هذه هي السربيته تاعنا تاع اليدين. ها هي جات شابه هكا. هذه هي الطريقه تاع السرابيت. قول للاخت نتمنى تنجحي فيها تخدميها تنجحي فيها كمشروع الا ديريها مشروع. هكا ربة البيوت اللي قاعدين في الدار اللي ما تصيب ما تخدم تخدم على روحها باش تدخل مشروع باش تدخل مدخول باش تعاون روحها تعاون وليداتها. والله يجعل ربي يوفقكم ان شاء الله ويوفق الجميع. ونكمل الطريقه نتاع الخياطه نكملهم نكمل وحده هذا ونوري لكم النتيجه في الاخير. ها هما السرابط تاعي هاي النتيجه نتاع السرابط هاني كملتهم. هادو هما ديروهم على حساب هكا. خدمت هادو هاني كملت درك هادو خدمتهم باقي لي هادو من بعد درك نخدمهم هادو باش نوريكم انا درت درك باش نوريكم نخدمهم انا من بعد باش نكملهم. هاد السرابط قلت لكم هكا بهذا قد هكا ماشي كبار بزاف يجيو ملاح يجيو ما يجيوش كبار بزاف ما يجيوش تبغيو تكبروا ميت يخرج لكم 6 تبغيو ديروهم على حساب هكا ميت يخرج لكم 12. المهم كي ديروهم بالبيي تحسبوهم 7000 الوحده كي ديروهم بلا بيي تحسبوهم 5000 الوحده. هذا السرابط راهم مشروع ناجح جدا ان شاء الله. المهم ان شاء الله تستافدوا منهم ويكون لكم مشروع ان شاء الله منهم ناجح وحاجه سهله ماشي حاجه واعره. ونتمنى لكم ان شاء الله النجاح في حياتكم ان شاء الله ونتمنى لكم التوفيق ومع السلامة ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.